في إطار متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك في الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحالات الوفاة في صالة التربية البدنية جم، وجه سمو اللجنة الأولمبية البحرينية بضرورة التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة تقوم بدراسة حالات الوفاة والأسباب التي أدت إلى وفاة شابين في أسبوع واحد. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد وجهنا اللجنة الأولمبية البحرينية بضرورة التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تشكيل لجنة لدراسة حالات الوفاة التي حدثت في صالة التربية البدنية جم والوقوف على أسبابها الحقيقية واستخلاص النتائج من هذه الدراسة ورفعها في أسرع وقت ممكن. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه تم توجيه اللجنة الأولمبية البحرينية بضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار اشتراطات وتشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة الحالية تضمن الارتقاء بعمل الصالات الرياضية وتحافظ على سلامة مرتاديها. وأضاف سموه: من المهم جدا أن يتم التأكد من تطبيق جميع أصالات التربية البدنية لاشتراطات الصحة والسلامة فيها لما لهم من أهمية في تقليل الإصابات وتحقيق السلامة الكاملة لمرتادي هذه الصالات، بالإضافة إلى التأكد أيضا من جودة المعدات الرياضية المستخدمة في هذه الصالات، علاوة على تأهيل أصحاب الصالة الرياضية والقائمين على التدريب فيها تأهيلا حقيقيا يساعدهم على أداء التدريبات بصورة صحيحة وتدريبهم على الإسعافات الأولية التي باتت ضرورية في وقتنا الحاضر، خاصة مع زيادة حالات الوفاة في تلك الصالات.